بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير ابن كثير لسور نوح والجن والمزمل. قراءة أحمد عزت. تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية، الصفحة 24. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا عفى عنهم. ولهذا قال تعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه، أن اعبدوا الله واتقوه، أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه، وأطيعون فيما أمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما أمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومن ها هنا قيل إنها زائدة، ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل، ومنه قول بعض العرب قد كان من مطر، وقيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير، وقيل إنها للتبعيض أن يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعمالكم ويبرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى يكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه إذا أمر الله تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء، العزيز الذي بانت لعزته جميع المخلوقات. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصبوا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا،
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 50 سنة وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم، فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم، أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، كما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون واسترشوا ثيابهم. قال ابن جرير عن ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم. وقال سعيد بن جبير والسدي غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول وأصروا، أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع، واستكبروا استكبارا، أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ثم إني دعوتهم جهارا، أي جهرة بين الناس. ثم إني أعلنت لهم، أي كلاما ظاهرا بصوت عال. وأسررت لهم إسرارا، أي فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة الأمطار. ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار، ومنها هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره يتبع بعضه بعضا، وقوله تعالى وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدار لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقال ابن عباس لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته. وقد خلقكم أطوارا، قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قاله ابن عباس وعكيمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد. وقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا،
أي واحدة فوق واحدة، وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات؟ فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة، وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، والمتشبعون منهم يقولون هو الكرسي، والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعا، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها، فإنها تسير من المغرب إلى المشرق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها، وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها. وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما في الاستنارة، فجعل كل منهما أنموذجا على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر للقمر منازل وبروجا، وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم أشرع في النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والأعوام، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر، والإتيان به هاهنا أحسن، ثم يعيدكم فيها أي إذا متم، ويخرجكم إخراجا أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها. وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية. فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء والأرض مهادا، وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يحب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه، وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء، أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى، أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا
ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام. ولهذا قال: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قرئ وولده بالضم وبالفتح وولده، وكلاهما متقارب. وقوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد: كبارا أي عظيما. وقال ابن زيد: كبارا أي كبير. والعرب تقول: أمر عجيب وعجاب وعجاب، ورجل حسام وحسام وجمال وجمال، بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. والمعنى في قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا، أي باتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندابا. ولهذا قال هاهنا: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال البخاري: حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن جريج، وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب ببومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني عطيف بالجرف والنسب، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمية لآل ذي كلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة ابن إسحاق نحو هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس ويغوث ويعوق ونسرا، قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني ذويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم عليه السلام 40 ولدا، 20 غلاما و20 جارية، فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي كان سماه عبد الحارث، وود، وكان ود يقال له شيث ويقال له هبة الله، وكان إخوته قد سودوه، وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وقال ابن حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الدوري حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبي حرزة عن عروة بن الزبير قال: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، قال: وكان ود أكبرهم وأمرهم به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور حدثنا الحسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب، قال: فلما انفتر من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب، أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله. قال: ثم ذكروا رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه،
فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله، قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم. قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال: وتناسلوا، ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه إلها يعبدون من دون الله أولاد أولادهم. فكان أول ما عبد من دون الله الصنم الذي سموه ودا. وقوله تعالى: وقد أضلوا كثيرا، يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقوله تعالى: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يقول تعالى: مما خطيئاتهم، وقرئ خطاياهم، أغرقوا أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم، أغرقوا فأدخلوا نارا أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، كقوله تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا ولا ديارا. وهذه من صيغ تأكيد النفي. قال الضحاك: ديارا واحدة. وقال السدي: الديار الذي يسكن الدار. فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين، حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابنه، أخبرني شبيب بن سعيد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل، فلما بلعها الماء صعدت به منكبها، فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها، فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة.
هذا حديث غريب ورجاله ثقات. ونجى الله أصحاب السفينة الذين غنموا مع نوح عليه السلام، وهم الذين أمره الله بحملهم معه. وقوله تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك، أي الذين تخلقهم بعدهم. ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي فاجرا في الأعمال كافر القلب، وذلك لشبرته بهم ومكثه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال الضحاك: يعني مسجدي. ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حية، أنبأنا سالم بن هيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشرب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك عن حية بن شريح به. ثم قال الترمذي: إنما نعرفه من هذا الوجه. وقوله تعالى: وللمؤمنين والمؤمنات، دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات. ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار والأدعية المشهورة المشروعة. وقوله تعالى: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، قال السدي: إلا هلاكا. وقال مجاهد: إلا خسارا، أي في الدنيا والآخرة. آخر تفسير سورة نوح عليه السلام، ولله الحمد. تفسير سورة الجن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أي إلى السداد والنجاح، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته. وقال الضحاك عن ابن عباس: جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد وأكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي:
تعالى أمر ربنا، وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا وابن جريج تعالى ذكره، وقال سعيد بن جبير تعالى جد ربنا أي تعالى ربنا. فأما مراه بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الكوفي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال الجد أب، ولو علمت الجن أن في الإنس جد ما قالوا تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد. من فضلك تابع بقية المادة. ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام، ولعله قد سقط شيء والله أعلم. وقوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد، أي قالت الجن ننزل الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد، ثم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيهنا يعنون إبليس، شططا قال السدي عن أبي مالك شططا أي جوع، وقال ابن زيد أي ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا، ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه على الله شططا أي باطلا وزورا، ولهذا قالوا وأنا ظننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفاعته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا منهم، كما قال قتادة فزادوهم أرقا أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم فزادوهم رهقا أي ازدادت الجن عليهم جرأة. وقال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال قتادة فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد، فكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي، فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون، فذلك قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي إثما. وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهقا أي خوفا. وقال الأوفي عن ابن عباس فزادوهم رهقا أي إثما، وكذا قال قتادة. وقال مجاهد زاد الكفار طغيانا.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن المغراء الكندي حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ثم قال وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاه كان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليجله ويهينه ويخرجه عن دينه والله أعلم وقوله تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا قاله الكلبي وابن جرير وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز ولهذا قال الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل وقد ورد في الصحيح والشر ليس إليك وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان كما في حديث العباس بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون في هذا فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم فقال ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء وذكر تمام الحديث وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء
فآمن من آمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمل بها هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم، كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر، فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا: هلك أهل السماء، لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب، فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم، فقال لهم عبد يا ليل ابن عمرو ابن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم، ففزعت الشياطين في تلك الليلة، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال: ايتوني من كل أرض بقبة من تراب أشمها، فأتوه فشم، فقال صاحبكم بمكة. فبعث سبعة نفر من جن مصيبين، فقدموا مكة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه ثم أسلموا، فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصا في أول البحث من كتاب السيرة المطول، والله أعلم، ولله الحمد والمنة. وأما منا الصالحون عنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي غير ذلك، كنا طرائق قددا، أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كنا طرائق قددا، أي منا المؤمن ومنا الكافر. وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: حدثنا الحسن بن أسلم ابن سهل بحشل، حدثنا علي بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم، حدثنا أبو معاوية قال: سمعت الأعمش يقول: تروح إلينا جني، فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به، فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا،
فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم. فقلت فما الرافضة فيكم؟ قال شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزني فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد قلوب براها الحب حتى تعقلت مذاهبها في كل غرب وشارق تهيم بحب الله والله ربها معلقة بالله دون الخلائق. وقوله تعالى وأما ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأن لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. وقولهم فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا قال ابن عباس وقتادة وغيرهما فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما. وأما منا المسلمون ومنا القاسطون أي منا المسلم ومنا القاسط وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسط فإنه العادل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أي طلبوا لأنفسهم النجاة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا تسعر بهم. وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى هذا يكون معنى قوله لنفتنهم فيه أي لنختبرهم كما قال مالك عن زيد بن أسلم لنفتنهم لنبتليهم من يستمر على الهداية مما يرتد إلى الغواية. ذكر من قال بهذا القول. قال العوفي عن ابن عباس وأن لو استقاموا على الطريقة يعني بالاستقامة الطاعة. وقال مجاهد وأن لو استقاموا على الطريقة قال الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي. وقال قتادة وأن لو استقاموا على الطريقة يقول لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الحق. وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما. وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله لنفتنهم فيه أي لنبتليهم به. وقال مقاتل نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر 7 سنين. والقول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة الضلال لأسقيناهم ماء غدقا أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. وهذا قول أبي مجلز لا حق ابن حميد، فإنه قال في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الضلالة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان، وله اتجاه، ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه. وقوله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي عذابا مشقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس ومجاهد وأكرمة وقتادة وابن زيد عذابا صعدا، أي مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس جبل في جهنم، وعن سعيد بن جبير بئر فيها. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين حدثنا إسماعيل ابن بنت السدي أخبرنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك أو أبي صالح عن ابن عباس في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس. وقال الأعمش قالت الجن يا رسول الله إذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول صلوا لا تخالطوا الناس. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود عن سعيد بن جبير وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قالت الجن لنبي الله صلى الله عليه وسلم كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون أي بعيدون عنك، وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك. فنزلت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سفيان عن خصيف عن عكرمة نزلت في المساجد كلها. وقال سعيد بن جبير نزلت في أعضاء السجود أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، أشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقوله تعالى
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال الأوفي عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه، فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن. هذا قول وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن معمر، حدثنا أبو مسلم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال: عجبوا من طواعية أصحابه له. قال: فقالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذا قول ثان وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا. وقال الحسن: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا. وقال قتادة في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقول ابن زيد وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته: إنما أدعو ربي، أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء. في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد، أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنفاذي من عذابه ولن أجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأ. وقال قتادة أيضا: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا نصير ولا ملجأ، وفي رواية: لا ولي ولا موئل. وقوله تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال بعضهم: هو مستثنى من قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، ويحتمل أن يكون استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد، أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا أبلاغ الرسالة التي أوجب أداءها علي، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي أنا أبلغكم رسالة الله فمن يعصي بعد ذلك فله جزاء على ذلك. نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. وقوله تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا، هم المؤمنون الموحدون لله تعالى، أي
بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية، وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. انتهى تفسير سورتي نوح والجن. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير ابن كثير لسور نوح والجن والمزمل. إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسبق بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديه وأخفى كل شيء عددا. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد. قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا أو مدة طويلة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض كذب لا أصل له ولم نره في شيء من الكتب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال يا محمد فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال يا محمد متى الساعة؟ قال ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. قال أنا إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال أنس فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن نداء حدثنا محمد بن جبير حدثني أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت. وقد قال أبي داود في آخر كتاب المناحل حدثنا موسى بن سهل حدثنا حباب بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعبد الله هذه الأمة من نصف يوم. انفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان عن سراج بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو ألا تعبد أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500 عام. انفرد به أبو داود. وقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اعتدى للرسول، هذه كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قالها هنا إنه يعلم الغيب والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه. ولهذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا يعلم الرسول الملكي والبشري. ثم قال تعالى فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه عصبا.
أي تحسه بمزيد معقبات معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله. ولهذا قال ليعلم أنقر أولى رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل إنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب الكلي عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال أربعة خطبة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأخاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رواه ابن أبي حاتم حديث يعقوب الكلي به، وهكذا رواه الضحاك والسدي ويزيد بن أبي حبيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم قال ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير وقيل غير ذلك، كما رواه الأوفي عن ابن عباس في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الذين أرسل إليهم، وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وكذا قال ابن أبي مديح عن مجاهد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم قال ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. وقال البغوي قرأ يعقوب ليعلم بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسيح، فيكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ويكون ذلك كقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وكقوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين إلى أمثال ذلك من العلم، بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. آخر تفسير سورة الجن ولله الحمد والمنة. تفسير سورة المزمل عليه السلام وهي مكية، الصفحة 34. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي حدثنا معلى بن عبد الرحمن حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما يسد الناس عنه، فقالوا كاهن، قالوا ليس بكاهن، قالوا مجنون، قالوا ليس بمجنون، قالوا ساحر، قالوا ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدفر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر. ثم قال البزار معلى ابن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم احتمل حديثه، لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ناقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا
إله إلا هو، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهب إلى القيام لربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل، يعني يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شديد بن بشر على كلمة عن ابن عباس: يا أيها المزمل، قال: يا محمد زملت القرآن. وقوله تعالى: نصفه بدل من الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك. وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وقال ابن دريد عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغن بالقرآن، ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى. فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحذيرا. وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنفروه نفرا ولا تهدوه مد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي. وقال البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذب الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. وقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة: أي العمل به، وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه.
انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن وهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع فلاصلا ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. تفرد به أحمد. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا هذا لفظه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب ببرانها. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت برانها فلا تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه، وهذا مرسل. الجران هو باطن العنق، واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين مع كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نشأ قام بالحبشية، وقال عمر وابن عباس وابن جبير الليل كله ناشئة، وكذا قال مجاهد وغير واحد يقال نشأ إذا قام من الليل، وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء، وكذا قال أبو مجلس وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآناء، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة، ولهذا قال تعالى هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغة الأصوات وأوقات المعاش. وقال حفظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو إسامة حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوم قيلا، فقال له إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشبه هذا واحد، ولهذا قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم الفراغ والنوم. وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري فراغا طويلا. وقال قتادة فراغا وبغية ومتقلبا. وقال السدي سبحا طويلا تطوعا كثيرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، قال لحوائجك فافرغ بدينك الليل، قال وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة. إن الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعها وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، ثم قرأ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه حتى بلغ فقرأوا ما تيسر منه. وقال تعالى
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله. الدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا يحيى حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها فأجعله في الكرايا السلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس لكم في أسوة حسنة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها. ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إيت عائشة فسلها ثم رجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال: ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي. فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته. قال: نعم. قالت: من هذا الذي معك؟ قال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قال: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامرا. قلت: يا أم المؤمنين أنبئوني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أم المؤمنين أنبئوني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله حتى انتكخت أقدامهم وأنسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم ثم يقوم ليصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 ثم صلى 2 وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا سأله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 10 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بنحوه. طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب، وحدثنا ابن حميد، حدثنا مهران، قال جميعا واللفظ لابن وكيع عن موسى بن عبيدة، حدثني محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال:
أيها الناس اتلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما دين عليه. ونزل القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك 8 أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم، فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة. وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة، وليس كذلك، وإنما هي مكية. وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها 8 أشهر غريب، فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما 1 سنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي، سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من 1 سنة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة به. وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهما 1 سنة. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال: لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حول حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت، فقرأوا ما تيسر منها. قال: فاستراح الناس. وكذا قال الحسن البصري والسدي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أبي ابن أوفى عن سعيد بن هشام قال: فقلت يعني لعائشة: أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم نزل. وقال معمر عن قتادة: قم الليل إلا قليلا، قاموا حولا أو حوليه حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد هو ابن جبير قال: لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم
يا أيها المزمل. قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره. من فضلك تابع بقية المادة. وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله تعالى عليه بعد 10 سنين: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فخفف الله تعالى عنهم بعد 10 سنين. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع أي يعقوب القمي به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فشق ذلك على المؤمنين. ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق. وقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي: وتبتل إليه تبتيلا، أي أخلص له العبادة. وقال الحسن: اجتهد وابتل إليه نفسك. وقال ابن جرير: يقال للعابد متبتل. ومنه الحديث المروي نهى عن التبتل، يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فاعبده وتوكل عليه، وكقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تردف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه
من سفهاء قومه وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه. ثم قال له متهددا لكفار قومه ومتواعدا: وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم، وهم مطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. ومهلهم قليلا، أي رويدا، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قال هاهنا: إن لدينا أنكالا، وهي القيود، قاله ابن عباس وعكرمة وطائس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو عمران الجوني وأبو مجلس والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد. وجحيما، وهي السعير المقترنة، وطعاما ذا غصة، قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال، أي تزلزل، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارتان صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، أي واديا، ولا أنت، أي رابية. ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. ثم قال تعالى مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي بأعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري: أخذا وبيلا، أي شديدا، أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. يروى عن ابن عباس ومجاهد، وقوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقوا، كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود. فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به، ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم. فعلى الأولى كيف يحصل لكم أمانا من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم، وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه. وكلاهما معنى حسن، ولكن الأول أولى والله أعلم. ومعنى قوله يوما يجعل الولد نشيبا، أي من شدة أهواله وزلازله وبلادله، وذلك حين يقول الله تعالى لآدم: ابعث بعث النار، فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: يوما يجعل الولدان شيبا، قال: ذلك يوم القيامة، وذلك وما يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار. قال: من كم يا ربي؟
قال من كل 1999 وينجو واحد. فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم: إن بني آدم كثير، وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنه لا يموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه 1000 رجل، ففيهم وفي أشباههم جنة لكم. هذا حديث غريب، وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث. وقوله تعالى: السماء منفطر به، قال الحسن وقتاده: أي بسببه من شدته وهوله. ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى، وروي عن ابن عباس ومجاهد: وليس بقوي، لأنه لم يجد له ذكر هاهنا. وقوله تعالى: كان وعده مفعولا، أي كان وعد هذا اليوم مفعولا، أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون القاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أستغفر الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى: إن هذه أي السورة تذكرة، أي يتذكر بها أولو الألباب. ولهذا قال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ممن شاء الله تعالى هدايته، كما قيده في السورة الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المعذبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم. ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي من غير تحديد بوقت، أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان: ولا تبهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت بها. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية، وهي قوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه. واعتبدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت، وهو في الصحيحين أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. وقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوي أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر، وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله. وهذه الآية بل السورة كلها مكية، ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ولهذا قال تعالى: فقرأوا ما تيسر منها، أي قوموا بما تيسر عليكم منه. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسد القرآن، لعن الله ذاك. قال الله تعالى للعبد الصالح: وإنه لذو علم لما علمناه، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قلت: يا أبا سعيد، قلت: يا أبا سعيد، قال الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: نعم، ولو خمس آيات. وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل. ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فقيل معناه نام عن المكتوبة، وقيل عن قيام الليل. وفي السنن: أوتروا يا أهل القرآن. وفي الحديث الآخر: من لم يوتر فليس منا. وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان، فالله أعلم. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد فرقد الحدرد، حدثنا أبو أحمد محمد بن يوسف الزبيدي، حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأوا ما تيسر منه، قال: 100 آية. وهذا حديث غريب جدا لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال أن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النفذ والمخرج لم تبين والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، والله أعلم. وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل. واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي:
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا ما تقولون. قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. وعلاه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. ثم قال تعالى فاستغفر الله إن الله غفور رحيم، أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره. آخر تفسير سورة المزمل ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.